هو ناتج عن خلل كبير بين العرض والطلب، وهذا الخلل موش وليد الصدفة وموش وليد اليوم أو البارحة، هو وليد استراتيجية التي اعتمدتها أوروبا في ما يخص يعني لا سيكوريتي انرجيتيك، يعني في تأمين مصادر الطاقة. تعلموا كثير من السنوات الماضية أوروبا يعني تخلت عن العقود طويلة المدى، تخلت يعني على اتجهت إلى السوق الحرة، وكان هذا عنده يعني مخاطر. يعني احنا نبهنا كثير من شركائنا في أوروبا أنه الابتعاد عن هذه العقود الطويلة المدى اللي كان تضمن عاملين أساسيين، عملية الوضوح وعملية استقرار الأسعار. لأنه لماذا هذا الاختلال في العرض؟ لأنه تراجعت الاستثمارات في قطاع المحروقات، خاصة في ميدان الغاز في الاستكشاف والإنتاج، لكن هذه الأسعار المرتفعة راح تستمر حتى نهاية السنة، وربما حتى الفصل الأول من السنة القادمة.